أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الزمر. وهذه السورة، سورة الزمر، من السور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مع سورة الإسراء كل ليلة، كما روى ذلك الإمام النسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر. وهذا يدل على عظم أمرها وعلو شأنها، لا سيما وأنها تتحدث عن الإخلاص لله عز وجل، فهي من سور التوحيد الخالصة لله عز وجل، مثل سورة الرعد وفاطر والكافرون وتبارك والصمد. هذه السور الست كلها سور أكثرت من ذكر الإخلاص وذكر توحيد الله عز وجل وأدلة هذا التوحيد وعظمة الرب جل وعلا والتخويف منه جل جلاله وتحبيب العباد إليه وأمر العباد بالاستعصام بالتوحيد ونفي الشرك كله، قليله وكثيره، جليه وخفيه، أوله وآخره. هذه السورة مناسبة للسورة التي قبلها، فإن السورة التي قبلها قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالكلام كله متصل عن هذا الكتاب العظيم. وأيضا تلك السورة ذكر فيها أفواج الكفار: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، وذكرت خصومتهم وهم داخل النار. وفي هذه السورة ذكرت زمروهم وهم يساقون إلى النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم، إلى آخره. وأيضا في هذه السورة، وهي سورة الصاد، ذكرت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في أمر الشرك. وفي هذه السورة أمر الله عز وجل بإخلاص الدين لله جل وعلا، فهي مؤكدة للمعاني التي جاءت في سورة صاد. قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل مصدر، والمعنى أن هذا القرآن أنزل من الله عز وجل تنزيلا، أو نزل تنزيلا. والتنزيل كما يقول العلماء يدل على التقطيع والتنجيم بخلاف الإنزال. فلما كان القرآن قد أنزل على نبينا مقطعا ولم ينزل جملة واحدة، قال الله في كثير من المواطن: تنزيل، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب، حاميم تنزيل الكتاب، حاميم تنزيل، هذه في سورة فصلت،
وتنزيل في سورة الحاقة الأحقاف تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكذلك في سورة الجاثية وهلم جرة. قال تنزيل الكتاب، سمي القرآن كتابا لأن الله عز وجل شرعه مكتوبا، فهو قد كتب في اللوح المحفوظ ثم أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا أيضا، ثم نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تلقاه من ربه جل جلاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه شيء من القرآن استمع إليه، فإذا انفصل عنه جبريل وعى عنه كل ما يقول، فيدعو أول ما يدعو الكاتب ليضبط هذا الذي أوحي إليه به عليه الصلاة والسلام، فيكتب في الرقاع واللخاف والأكتاف والعظام والجلود والصحف وغيرها. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي ذو العزة، وعزة الله كما بينا عزة قدر وعزة قهر وعزة امتناع، فقدره في أعلى الأقدار، بل هو أعلى شيء قدرا، وهو قاهر لكل شيء، وهو ممتنع عن أن يريده أحد بسوء أو يصل إليه أحد بضر جل جلاله وتقدست أسماؤه. مأخوذ من أرض عزاز، أي تمتنع أن تغيص فيها الأقدام. قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق وبالعدل وبالشيء الواقع الثابت الذي لا ريب فيه ولا شك، فاعبد الله، توجه إلى الله بالعبادة مخلصا له الدين، لا تشرك معه أحد سواه. ومن هنا قلنا إن محور هذه السورة على الإخلاص كما سيأتي بعد في الآيات المقبلة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فانظر كيف تردد أمر الإخلاص في عبادة الله وقصد وجه الله في كل شيء، وأن لا يشرك العبد في عبادته مع الله أحدا سواه. قال مخلصا له دين، له الدين، ألا لله الدين الخالص، له سبحانه وتعالى الدين الذي لا شرك فيه ولا معبود مع الله يعبد، بل لا يعبد إلا الله جل وعلا. فالدين الذي لله هو هذا الدين الخالص، أما الأديان التي فيها شرك فهي ليست لله، سواء عبد فيها عيسى أو القمر أو الشمس أو النجوم أو الأفلاك أو 33 مليون إله كما هو عند الهنادكة الذين بلغت آلهتهم 33 مليون إله، يعبدون كل شيء يحب وكل شيء يخاف وكل شيء يرجى وكل شيء يطمع فيه. فالدجاجة إله، والبيضة إله، والثور والبقرة إله، والذكر والفرج إله، والصنم والفأر، وعندهم معابد للفئران والجرذان والحيات والعقارب وأشياء كثيرة. نحمد الله على ما نحن فيه من نعمة التوحيد. قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص لله، والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم، أي ما نعبد هؤلاء الأولياء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يذكر الله حجتهم في كونهم يعبدون مع الله أحدا سواه، وهو أنهم يقولون نحن لسنا نعبدهم لذواتهم ولكن ليقربونا إلى الله زلفى، نقترب من الله بسببهم، نجعلهم وسائط يتوسطون بيننا وبين الله. ولم يجعل الله بينه وبين عباده في عبادته أحدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى لما جاء إلى أمر الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان،
لئلا يتوهم من ذلك أن هناك واسطة في الدعاء بين الله وبين عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فنحن لا نجعل بيننا وبين الله أي واسطة، مباشرة نتوجه بعبادتنا إلى ربنا، وهو يعلم بكل شيء يصدر منا ويقبله، ولا يرضى أن نضع معه شريكا ولو كان ذلك الذي للشريك مثقال ذرة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وليس لي منه شيء. أغنى الشركاء عن الشرك هو الله جل جلاله، ولذلك لا يرضى أن يوضع معه شريك ولو في شيء يسير لا يكاد يذكر. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الله عز وجل هو الذي يحكم بينهم في اختلافهم هذا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. هؤلاء الذين يكذبون لا يهديهم الله، وهؤلاء الذين يجحدون ويستكبرون ويستعلون على أوامر الله لا يوفقهم الله لهداه. وإلا فهدى الله واضح وبين، لكن من استعمل الكذب فكذب على الله وادعى أن لله ولدا، أو ادعى شيئا من الدعاوى الباطلة أنه جعل هذا مستحقا للعبودية، لا يهديه الله. وكذلك الكفار الجحود لنعم الله أيضا لا يهديه الله. قال الله عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد، وهذا يذكر على سبيل الفرض والتنزل، وإلا فالله عز وجل غني، أحد فرد صمد ليس بحاجة إلى أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال الله في سورة مريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الله عز وجل: لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاختار مما يخلق، ومع ذلك لا يمكن أن يكون ولدا لأنه مما خلق. سبحانه ينزه جل جلاله عن كل نقص وعن أن يكون له ولد أو صاحبة أو معين أو نصير أو ظهير. هو الله الواحد، الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته، القهار الذي قهر كل شيء لقوته وجبروته جل وعلا، وخضع له كل شيء، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: خلق السماوات والأرض بالحق. هذا الواحد كل ما ترونه هو من خلقه، السماوات والأرض خلقهما بالحق، بالعدل وبالحق الثابت، فهي مخلوقة بالحق لا بالباطل، من أجل أن يعبد الله وحده، وأن لا يكون للعباد رب سواه. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل، فهما يتسارعان أو يمشيان مثل الكرة. وهذا يدل على أن الأرض كروية، لأن التكوير لا يكون إلا في شيء مثل الكرة، وهذا أمر أجمع عليه العلماء، لا إشكال عندهم في أن الأرض كروية. ولذلك قال: يكور الليل على النهار، يأتي الليل فيتكور على النهار، ويأتي النهار فيتكور على الليل، فهما يتعاقبان. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني كل واحد منهما يسعى ويلاحق الآخر. قال الله عز وجل: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر،
جعل لكم الشمس والقمر مسخرين لمنافعكم ومصالحكم. فلا تظنوا أن الله عز وجل خلقهما عبثا، بل خلقهما مسخرين لكم. وهذا رد على من يتخذهما آلهة من دون الله. اعلموا أن الشمس والقمر إنما خلقهما الله تسخيرا لكم أيها الناس، يعني خلقت لخدمتكم وجلب المنفعة لكم، فكيف تعبدونها من دون الله والله خلقها خادمة لكم. وهذا كله جاء في معرض الرد على هؤلاء الذين اتخذوا أولياء يعبدونهم من دون الله. كيف تتخذون أولياء والخالق هو الله، والسماوات ملك الله، والأرض ملكه، والمكور لليل على النهار والنهار على الليل هو الله، والمسخر للشمس والقمر هو الله، ماذا صنعت هذه الآلهة حتى تعبدونها؟ قال الله عز وجل: كل يجري لأجل مسمى، أي كل من الشمس والقمر والليل والنهار يجري لأجل مسمى إلى موعد محدد. إذا جاء ذلك الأجل بطل طلب الليل للنهار وطلب النهار للليل وتسخير الشمس والقمر لكم أيها العباد. ألا هو العزيز الغفار. العزيز كما ذكرنا ذو العزة، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. الغفار كثير المغفرة، وإنما يقرن بينهما لأنه قل أن تجد في المخلوقين من هو عزيز يكون غفارا، أو من هو غفار يكون عزيزا. تجد الغفار ضعيف، وتجد العزيز قوي بطاش جبار متكبر لا يخضع ولا يلين قاسي القلب. أما الله سبحانه وتعالى فهو عزيز ممتنع قهار، وهو مع ذلك غفار كثير المغفرة لعباده إنهم تابوا إليه ورجعوا إليه، كما قال في هذه السورة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل مبينا ماذا صنع أيضا مما لم تصنعه هذه الآلهة، ومبينا أصل خلقتنا ومن أين جئنا: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. هذا من أوجه المناسبة بين سورة صاد والزمر، فإنه في سورة صاد ذكر خلق آدم، وفي هذه السورة ذكر خلق زوج آدم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وأنتم تعلمون أن حواء خلقت من آدم، فآدم خلق من التراب، وحواء خلقت من آدم من ضلع من أضلاعه. إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي أنزل لكم الله عز وجل رحمة منه وفضلا من الأنعام ثمانية أزواج تستمتعون بها وتحصلون بها خيرا كثيرا. والأنعام مذكورة في سورة الأنعام، فهي من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. هذه الأنعام، هذه الأزواج الثمانية. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وهل هذا يدل على أن الأنعام منزلة من السماء؟ هذا قول، وهو أن الأنعام أنزلت من السماء. وقول وبعضهم يقول لا، إنما المقصود أنزل أمره بخلقها، والله أعلم. قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم، أنتم أيها الناس المستكبرون عن عبادة الله. يا أيها العباد، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي مرحلة من بعد مرحلة، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم ينشئ العظام ثم يكسوها لحما، ثم ما يزال الجنين يترقى في طور من بعد طور حتى يخرج، كما قال الله عز وجل: ما أكفر قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، أي أطوارا،
ثم السبيل يسره، أي طريق خروجه من بطن أمه يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ابن آدم لا يقف عند حال أو يكون على مستوى معين. أنتم شايفين الصخرة التي في الجبل تبقى مئات السنين، هي نفس الصخرة، ما تتغير لا تزيد ولا تنقص. أما ابن آدم فلا، خلقه الله عز وجل كما قال: لتركبن طبقا عن طبق، ما يبقى الإنسان ولا يدوم على حال، كل يوم تتغير أنت، بل كل ساعة تتغير، تتغير في خلقتك، تغير في لونك، تغير في قوتك، تغير في غناك، تغير في ديانتك، في علمك، في فكرك وفهمك، في قوتك، في كل شيء. قال الله عز وجل: خلقا من بعد خلق، أي يخلقكم خلقا من بعد خلق، وهذا كله من صنع الله. يعني الزوجان ماذا يصنعان؟ ما يصنعان شيئا في هذه الخلقة وفي هذا الأمر كله، ليس لهم أي دور، إلا أن الله يجمعهما لتجتمع مياههما فقط. ثم كيف يتخلقان وكيف يصنعان وكيف تأتي العين والأنف والأذن والقلب والدم والرجل والرئة وغيرها، ليس لهم لا للأب ولا الأم من أمرهما شيئا، ولذلك هم متوكلون على الله، يسألون الله أن يرزقهم ولدا سليما صحيحا جميلا طيبا إلى آخره. قال: في ظلمات ثلاث، أي هذا الخلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هي الظلمات الثلاث؟ قال العلماء: ظلمة المشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة البطن. والعجيب أن الطب الحديث أثبت أن هذه بالفعل هي الظلمات الثلاث التي يتخلق فيها الإنسان، وهي تشكل له ظلمة كاملة في بطن أمه. ففي الرحم ظلام دامس جدا من هذه الظلمات الثلاث. قال: ذلكم الله ربكم، يعني الذي خلق ذلك وكونه وصوره وقدره، ذلكم الله ربكم، له الملك، هو الواحد المتصرف، إذن هو الذي يجب أن يعبد، لا إله إلا هو. ولذلك لما أثبت لنفسه الخلق والملك والتدبير والقهر، أثبت لنفسه أنه المستحق للعبودية، وأنه لا يليق تليق هذه العبودية بأحد سواه. بل في أول القرآن ماذا يقول الله؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني لا يستحق العبادة إلا من خلق. فإن كانت هذه الأصنام تخلق وتقوى على الخلق فلها حق في العبادة، لكن أنى لها ذلك؟ ليس لها من هذا الأمر شيء. قال: له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن هذا التوحيد وعن الاستجابة لأمر الله وعن الانصياع لتوحيد الله جل وعلا؟ إن تكفروا أيها العباد فإن الله غني عنكم. لا تظنوا أن الله محتاج إلى إيمانكم ومحتاج لأن تستجيبوا لأمره، الله غني عنكم وليس بحاجة إليكم ولا إلى أحد من خلقه كلهم، قريبهم وبعيدهم، قويهم وضعيفهم، علويهم وسفليهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. هو يقدر الكفر لكنه لا يرضى الكفر، لا يحبه. وهذا هو الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالإرادة الشرعية لا بد أن تكون محبوبة لله، أما الإرادة الكونية القدرية فإنها لا يلزم أن تكون محبوبة لله. فالله قدر الإيمان والكفر، وقدر المعصية، وقدر النفاق والشرك، كل هذا من تقدير الله. لكن هل أراده الله شرعا؟ لا، ما أراده شرعا. ولذلك تأتي الإرادة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. فالإرادة يجب أن يعرف معناها، هل هي إرادة شرعية أو إرادة كونية قدرية؟ إن كانت فيما لا يحبه الله فلا يمكن أن تكون شرعية، لأن الله قال: ولا يرضى لعباده الكفر، بل هي إرادة كونية قدرية. قال الله عز وجل: وإن تشكروا يرضه لكم، يعني إن شكرتم فعبدتموه ووحدتموه وأخلصتم له العبادة
رضي لكم ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس وزر نفس أخرى. وهذا من كمال عدل الله، فإذا كان آباؤكم قد أشركوا فإن الله لا يؤاخذكم بشرك آبائكم كما لا يؤاخذكم بشرك أبنائكم، وأنتم مسؤولون عن أعمالكم. ولا تظنوا أنكم إذا أشركتم بحكم أن آباءكم قد أشركوا أن آباءكم يتحملون الوزر دونكم، بل أنتم تتحملون وزر أنفسكم. لا أحد يحمل إثماً عن أحد، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ما لك إلا ما سعيت. فإن قلت أليس يكتب على الإنسان الذنب الذي يحدثه فيتبعه عليه الناس؟ قلنا نعم يكتب عليه، لكن ذلك لا يعفي هؤلاء الذين تبعوه من التبعة ومن الذنب، بل عليهم ذنب، وعلى الذي فعل أولاً ذنبه وذنب من تبعه، لأنه أول من سن ذلك الذنب. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً. قال ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. كلكم ترجعون إلى الله، وعند الله تجدون كل أعمالكم، لا ينقص من أعمالكم شيء. سبحان الله، القليل والكثير مثاقيل الذر تجدونها، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وإن تك مثقال حبة من خردل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا الله يا إخواني، شيء ما يمكن يتصوره العقل، يعني على بهذه الدقة المتناهية، كان مثقال حبة من خردل يؤتى به. قال العلماء يجد الإنسان في كتابه كل شيء تلفظ به أو قاله أو عمله، حتى كلمة أف وحر وبرد وإه وإن مكتوبة، فإذا اطلع العبد عليها لا يلزم أنه يجازى عليها، كما قال في سورة الإسراء، قال في أول سورة الإسراء أي وإيش أول آية؟ وألزمناه طائره في عنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهو يقرأ فيعلم أنه لم يغادر من عمله شيء، لا قليل ولا كثير، لا صغير ولا كبير، كله موجود. لكن الذي يجازى عليه ويحاسب ما يقع تحت الكسب والتكليف. أي نعم، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نكتبه كله فلا ندع منه شيئا. قال الله عز وجل فينبئكم بما كنتم تعملون، أي بالذي كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور، عليم بما يقع في هذه الصدور، فهو يعلم السر وأخفى. قال الله عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الإنسان هنا المقصود به المشرك، ويأتي الإنسان مذكورا في القرآن يراد به المشرك، كما في قوله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذه مراد بها الإنسان الكافر. ويأتي الإنسان بمعنى عموم الناس، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال وإذا مس الإنسان ضر، أي ضر، وهذه من طبيعة الإنسان أنه جزع، يجزع لأي شيء يصيبه،
كلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر إيش جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا جاءه خير منع وإذا أصابه شر جزع واشتكى وساءت ظنونه بالله ورأى أن الدنيا أظلمت في عينه واسود الزمان وإلى آخره. قال وإذا مس الإنسان ضر أصابه أدنى ضر لم يتوجه إلا إلى الله، لأن هذا هو داعي الفطرة، ولأنه يعلم أن النفع والضر والخلق والأمر والملك كله بيد الله، دعا ربه منيبا إليه راجعا إليه وحده ولم يدعو معه أحدا سواه. قال ثم إذا خوله نعمة منه ملكه نعمة من عنده جل وعلا نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الذي كان يفرده بالدعاء والعبادة في وقت الضراء. من الذي أنجاك من الضراء وخلصك مما كنت فيه من الشرور والضر؟ إنه الله. لماذا عندما جاءتك النعمة وأصابك الخير كفرت وبطرت وقلت إنما أوتيته على علم عندي؟ قال نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك. انظروا، هذه هي حال كثير من المشركين عندما يصيبهم الضر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هكذا عادتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا منهم قال كم تعبد؟ قال سبعة. قال وأين هم؟ قال واحد في السماء وستة في الأرض. قال فمن هو الذي جعلت للضراء والسراء والشدة واللأواء؟ قال الذي في السماء. قال ألا تجعله لكل شيء؟ يعني هو اللي اجعله لكل عملك. هؤلاء إيش الفائدة منهم؟ تشرك بهم مع الله عز وجل وهم لا يصنعون شيئا ولا ينفعونك في حال الشدة؟ أين عقلك؟ لكن من يضلل الله فما له من هاد. قل تمتع بكفرك قليلا، هذا الذي كفرت به تمتع به، ولكن تمتعك به لن يكون إلا قليلا بمقدار عيشك في هذه الحياة. ولو كانت هذه الحياة تساوي عند الله شيئا ما متعك بها، لكنها سافلة ودنية لا تساوي عند الله ولا جناح بعوضة. ولذلك أباح للمشرك والكافر أن يتمتع بها كيف شاء. قال إنك من أصحاب النار، لو علمت ما أعد الله لك لعلمت أن الذي حصلته من المتاع في الدنيا ليس بشيء. ولاحظوا كيف أنه سماهم أصحابا للنار، والصاحب هو الملازم الذي يلازم صاحبه، فهم أصحاب للنار أي سيلازمونها ويبقون فيها خالدين مخلدين. ثم قال الله عز وجل مقارنا بين حال هؤلاء وحال المؤمنين الموحدين الصادقين الصادقين القانتين العابدين، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني أحال هذا خير أم حال ذاك الذي إذا مسه ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا؟ أمن هو قانت، القنوت يأتي بمعنى الخشوع والخضوع ويأتي بمعنى طول العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني أن يكون الإنسان مطيلا مديما للصلاة. أمن هو قانت يصح أن يجتمع فيها المعنيان، يطيل الصلاة ويطيل الخشوع فيها، يخشع فيها ويخضع لله عز وجل. آناء الليل ساعات الليل ساجدا وقائما، انظروا يا إخواني بدأ بالسجود لأنه أعز، لأن العبودية تظهر فيه أكثر، ولأنه الذي يأنف منه المشركون
فهم لا يرغبون في السجود لما فيه من الذل الذي يستكبرون عليه. فبدأ بالفعل المحبوب لله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإنما يكون فضل القيام بفضل ما فيه من القراءة. فانظروا بأي شيء فضل القيام؟ بالقراءة. وبأي شيء فضل السجود؟ بالفعل، الهيئة، هيئة الساجد أظهر في العبودية وأكمل وأدل على الخضوع والذل. لكن الذل هذا لا يناسب أن يتلى معه القرآن، لأن القرآن عالي ورفيع. ولذلك ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فشرف القيام بشرف المقروء فيه، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انظروا، بدأ بالحذر قبل الرجاء. لماذا؟ قال العلماء: لأن المطلوب أن يكون الإنسان في حال الحياة والصحة في خوف كثير، والخوف مقدم على الرجاء. قال العلماء: إن الإيمان لا يصح إلا بخوف ورجاء، وهما كالجناحين للطائر. فمن رجا ولم يخف أمن من مكر الله، ومن خاف ولم يرجو قنط من رحمة الله. فلا بد للإنسان لكي ينجو منهما أن يكون راجيا خائفا، لكنه في حال الصحة والأمن يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض وقرب الوفاة وفي حال الشدة يغلب جانب الرجاء. ولذلك قال هنا: يحذر الآخرة، لأن الحذر هو الذي يدفع الإنسان دفعا إلى العمل، والرجاء هو الذي يطمع الإنسان، فهو يهب من نومه ويقوم من ليله خائفا من النار، ثم يتذكر الجنة ويتذكر ما أعد الله للمتقين وما أعد الله للمؤمنين فيطمع ويرتاح. ثم إذا وصل إلى منزلة الحب، حب لله عز وجل، تذكر صفاته وعظمته وعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، استحضر هذا المعنى، فإن الإنسان يكون على أكمل ما يكون من أحوال الإحسان، لأنه جمع الخوف والرجاء والحب، وهذا المثلث هو مثلث الإيمان الصحيح، إيمان فيه حب ورجاء وخوف. قال: ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انظروا يا إخواني، جعل الذين يعلمون هم الذين يعملون. إذن العلم في القرآن هو العمل، ما في علم في القرآن إلا ومعه عمل. ولذلك قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون، أي هؤلاء القانتين. فالعلم الذي لا يكسبك عملا ليس علما، ما ينفعك بشيء. هل نفع إبليس علمه؟ ما نفع إبليس علمه. فكل علم في القرآن هو ما يؤدي إلى العمل ويكسب الإنسان العمل. ولذلك ذكر الله عز وجل: الجهالة ليس في من يجهل الذنب، ولكن في من يأتي إلى الذنب وهو يعلم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون فيعملون بعلمهم فيقومون في الليل وفي ساعات الليل يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، كأولئك الذين يجهلون لا يعلمون فيشركون مع الله أحدا سواه، إنما يتذكر أولو الألباب. ما يتعظ ولا يستجيب إلا أصحاب الألباب، أي الذين لهم لب، واللب هو العقل، سمي لبا لأنه خلاصة لب. فإذا كنت صاحب لب تعود إلى هذا اللب فأنت تتذكر ولابد. أما إذا كان عقلك لا يكون مرجعا لك ولا تستجيب
معادلاته و يعني نتائجه، وإنما تستجيب للعادات وللبيئة ولضغط الواقع والمجتمع. إذا مثلا عصوا عصيت، وإذا قاموا قمت، وإذا قعدوا قعدت، وإذا ولغوا في الربا ولغت. أين اللب؟ أين عقلك؟ كن صاحب عقل لكي تتذكر وتتعظ بمواعظ الله عز وجل التي وعظ بها عباده وعظ بها أنبياء. إنما يتذكر أولو الألباب. جعلني الله وإياكم جميعا منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.